لب الموضوع. الاتحاد قوي، اول شيء يجب ان نتحد. ثانيا انا بدي اقول كل فيش انسان معصوم عن وراء الخطا زي ما قال الاخ سعيد، كلنا بنغلط، ولكن المطلوب منا ان نفكر ان اولا واخرا نحن عائله واحده، من واجبنا المحافظه على حقوقنا مهما يكن ومع من نتعامل. نقطه. النقطه الثانيه يا مشايخ ويا اخوان، كلهم ضيوف ونحن الباقون. إذا بتأخذوا التاريخ دائما كلهم ضيوف ونحن الباقون. في إخوان هون بيقولوا راح 80% من أرضنا. لا، ما راح 80% من أرضنا، راح 80% من أرضنا المتبقي لل 48 بإسرائيل، بالديار المقدسة. يعني حر واحد يقول فلسطين وإسرائيل مش مهم، بالديار المقدسة كان لنا 70 قرية، في لنا اليوم وجود ب 16 قرية. من ال 16 قرية اللي احنا موجودين فيهم راح حوالي 80%، وين ال 70؟ وين اللي بتطلع التاريخ وبشوف انه احنا حكمنا لبنان وفلسطين وشرق الاردن؟ وين ارضنا؟ وين ارضنا الموجودة بالطابو باللد والرملة؟ وين ارضنا بالساحل؟ احنا دائما اخطأنا بحق ارضنا. احنا بندعي انه احنا اهم اشي عندنا صدق اللسان وحفظ الاخوان والمحافظة على الأرض والعرض، مضبوط؟ وين أرضنا؟ أرضنا ضاعت. من واجبنا من الآن وصاعدا، بدناش نحاسب أهلنا اللي كانوا بسطة، إحنا أخذ سلب أرضنا ما كانت بغض النظر من خيانة، سلبنا أرضنا كانت من ضعف، إحنا جدودنا وأبائنا كانوا ضعفاء بالمعاملات بالتعامل. احنا اليوم ندعي انه احنا طائفة، في عنا شباب متعلم ومثقف وعنده امكانيات وكل الامور اللي بنحكي عنها، ضباط ومتعلمين والى اخره. من واجبنا اليوم من الان وصاعدا نعرف انه اولا انا من هذه العائلة، وثانيا اعمل كل ما في وسعي من اجل هذه العائلة. اذا نطلع على الشعوب اللي عايشين احنا معها، نطلع الشعب اليهودي عاش 2000 سنة بالمهجر، 2000 سنة كان الموظف اليهودي يساعد اليهودي بدون ما يعرفوا انه يهودي، مش ما يعزلش عليه، حافظوا وعملوا وعملوا لوبي وعملوا دولة داخل دولة وعملوا من اجل الشعب اليهودي، وظلوا يطالبوا بحقوق تاريخية لهم. طب وين حقوقنا التاريخية؟